جنوبي لعاصمة البوغاز طنجة، وعلى مقربة من الطريق السيار الرابط بين طنجة والرباط تم تشييد هذا الصرح الطبي والعلمي المتفرد على الصعيدين الوطني والقاري على مساحة إجمالية تبلغ 23 هكتار، منها 110 ألف متر مربع مغطات، بمقربة من المركز الجهوي للأنكولوجيا وكلية الطب والصيدلة والمعهد العالي لمهن التمريض وتقنية الصحة. تميز عملياتي في خدمة الصحة بجهة طنجة طوان الحسيمة يجمع بين الابتكار والنزاهة والأخلاق والالتزام والجودة، وهو تجسيد للعناية الملكية الفائقة والرعاية الدائمة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لقطاع الصحة ببلادنا وموارده البشرية بغية تأهيلها والرفع من كفاءتها وتجويد خدماتها المقدمة لفائدة المواطنين. فبفضل الرؤية الملكية المتبصرة وضعت الأوراش والمخططات الإصلاحية الكبرى الإنسان في صلب الاهتمام وفي قلب السياسات العمومية في إطار ميثاق وطني من أجل تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. فقد ساهمت الإصلاحات الكبرى التي باشرها المغرب خلال ما يزيد عن عقدين من الزمن وتعززت بجيل جديد من الإصلاحات والأوراش في وضع بلادنا في مرتبة أرفع على سلم التنمية والحداثة، دينامية تندرج في إطار إرادة ملكية راسخة لضمان تنمية شاملة ومندمجة وإرساء عدالة اجتماعية وتعزيز مكانة المغرب جهويا قاريا ودوليا. وقد شكل خطاب عيد العرش لسنة 2018 خارطة طريق دعا فيه جلالة الملك حفظه الله إلى إعادة بناء النظام الصحي الوطني ونظام المساعدة الطبية وابتكار واعتماد أدوات إدارية حديثة وفق المعايير التدبيرية التي أثبتت نجاعتها في القطاع الخاص، ولتنزيل الورش الملكي لإصلاح المنظومة الصحية ووفقا للتعليمات الملكية السامية تم اعتماد 4 دعائم وركائز أساسية تتمثل في تثمين الرأسمال البشري وتأهيل العرض الصحي وتشكيل نمط حكامة جديد وخلق منظومة معلوماتية مندمجة متمحورة حول الملف الطبي الواحد. دينامية إصلاحية كبرى يأتي في قلبها المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس الذي تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأطلق عليه اسم جلالته الكريم، وذلك اعتبارا للمكانة الخاصة التي يوليها جلالة الملك نصره الله للقطاع الصحي وللعاملين به. فالمركز اختار نهج طريق التميز العملياتي ليكون بذلك رافعة للمنظومة الصحية الجهوية وخدمة المرضى والمرتفقين وجل الساكنة وكذلك الطلبة المتدربين وفقا لمهامه المقررة استنادا للقانون المنظم للمراكز الاستشفائية الجامعية. فالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بطنجة جوهرة المراكز الاستشفائية بعمارته المتفردة التي تجمع بين ما هو مغربي أصيل وعصري ومطابقته لأعلى مواصفات الجودة البيئية. تم إنجاز هذا المركز على يد كفاءات مغربية خالصة وإدارة المفوضة للمشروع من طرف الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة، ورصدت له استثمارات تفوق قيمتها 2,400,000,000 درهم ممولة من ميزانية الدولة والصندوق القطري للتنمية. فهذه البنية الاستشفائية تعد من الجيل الجديد بطابعها العصري من خلال هندستها وجودة العلاجات التي تقدمها وإدماجها لتكنولوجيات دقيقة ومتطورة. فالمستشفى الرقمي الذي جهز به المركز يساهم في دمج المنظومة المعلوماتية الاستشفائية، محورها تقديم أفضل خدمات الرعاية للمريض بدءا من وضع الملف الطبي الموحد للمريض، وهو نظام اطلع على خصوصيات جلالة الملك، نظام يتضمن معلومات لتدبير قائمة الانتظار وفتح الملف الطبي مع إصدار بطاقة فردية خاصة بالمريض برقم تعريف جهوي، ونظام معلوماتي لأرشفة وثائق المريض وحفظها في ملفه الطبي. وانطلاقا من مكوناته وأقسامه وتخصصاته يتطلع المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمهام العلاج، حيث يقدم الرعاية من المستوى الثالث والرعاية العامة والمتخصصة
والجد متخصصة للمرضى في حالات الطوارئ أو في حالة الأنشطة المبرمجة، بالإضافة لاطلاع المركز بمهام التدريس والتي يقدمها بشراكة مع كلية الطب والصيدلة والمعهد العالي لمهن التمريض وتقني الصحة وغيرها من الهياكل التعليمية العامة أو الخاصة، ليسهم بذلك في التعليم الطبي والصيدلاني الجامعي وما بعد الجامعي، ويشارك في التدريب العملي للممرضي وتقني الصحة. ويعد مستشفى التخصصات المؤسسة المحورية للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بطاقة تبلغ 586 سريرا، يتكون بدور من قطب طبي وجراحي ومصلحة طب الجهاز التنفسي ومصلحة لأمراض الدم ومصلحة لطب الغدد الصماء ومصلحة طب القلب ومصلحة الأنف والأذن والحنجرة وغيرها من التخصصات الطبية. ويشتمل المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس لطنجة على مستشفى الأم والطفل بطاقة 211 سرير، والذي يضم قطبا طبيا جراحيا وقطب طب المستعجلات والإنعاش ومصلحة طب الأطفال ووحدة المساعدة الطبية على الإنجاب. كما يحتوي المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بطنجة على مصلحة للمساعدة الطبية الاستعجالية ومصلحة للتصوير الطبي ومختبرات لعلم الأحياء الدقيقة والجراثيم والكيمياء الحيوية وعلم الدم والتشريح المرضي والخلوي والوراثة البشرية والوراثة الخلوية والطباعة ثلاثية الأبعاد ومعدات طبية. المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بطنجة يتوفر أيضا على جناح المركزي للعمليات الجراحية ب31 قاعة، مجهز بمعدات وتجهيزات من الجيل الجديد وبنظام تسيير معلومات بالكامل. كما يحتوي على صيدلية استشفائية مركزية يعتمد تدبير على نظام معلوماتي مندمج، ما يمكن من توزيع الأدوية والمستلزمات الطبية من الصيدلية عبر روبوت التخزين والتوزيع على المريض بمختلف المصالح الاستشفائية، بالإضافة إلى فضاءات للتنشيط العلمي البيداغوجي والتكوين وقاعة كبيرة للمؤتمرات ومهبط لطائرات الهليكوبتر ومرافق تقنية وإدارية. لبنة جديدة تعزز مسار التنمية المستدامة بجهة طنجة طوان الحسيمة، وتسهم في عملية تطوير وتحديث منظومة الصحة الوطنية، كما تقدم دعما كبيرا للجهود الرامية إلى تعزيز وتحسين خدمات الرعاية الصحية وتقريبها من المواطنين. فالمركز الاستشفائي الجامعي الجديد يتضمن أيضا متحفا لحفظ الذاكرة يزخر بباقة من الصور والمؤلفات والأدوات العلمية التي تكشف للزائر عن التطور التاريخي للبنيات التحتية الاستشفائية على مستوى الجهة. مركز استشفائي جامعي يعد المركز السادس من نوعه الذي يوفر خدماته على مستوى المملكة، إلى جانب المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بجهة مراكش آسفي، والمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بجهة الشرق، والمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بجهة الرباط سل القنيطرة، والمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بجهة الدار البيضاء سطات، والمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بجهة فاس مكناس. ويوجد مركزان استشفائيان جامعيان آخران في طور الإنجاز بكل من أكادير والعيون، فيما تمت برمجة 3 مراكز استشفائية جامعية أخرى بكل من مدن الرشيدية وبني ملال وقلمين. وكان جلالة الملك حفظه الله قد أطلق في ماي 2022 مشروع إنجاز المستشفى الجديد بن سينا بالرباط بطاقة استيعابية تفوق 1000 سرير، وذلك في إطار رؤية ملكية سديدة تهدف إلى تطوير وتعزيز البنيات التحتية الصحية. وبالموازاة مع ذلك سيتم إنجاز مركب استشفائي جامعي بتوجيهات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على مستوى جهة الداخل وادي الذهب، في إطار شراكة بين الدولة وجامعة محمد السادس لعلوم الصحة والمستشفى الجامعي الدولي محمد السادس. المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بطنجة قطب طبي متميز يروم الإسهام بشكل ملموس في النهوض بقطاع الصحة والعلوم، ويطمح إلى مواكبة الدينامية الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها الجهة، وهو ينسجم مع أهداف البرنامج الطموح والواعد
طنجة الكبرى الذي يحظى برعاية ملكية دائمة ويجسد العناية